كتبت الشبكة: في عاصمة الضباب تطايرت المناديل الصغيرة البيضاء كالحمامات الصغيرة، ودقت الأقدام الأرض بإيقاع تخفق له القلوب، ورددت المسارح أصداء الموسيقى الشرقية الساحرة. فقد كانت لندن تشاهد الدبكة اللبنانية الأصيلة فوق أرضها. عزيزتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإسهاما في الاحتفاء بالذكرى 50 لرحيل موسيقار الخلود التي تحل نهاية هذه السنة، إليكم في هذه الكبسولة خبرا طريفا عن عرض فرقة كراك الله مقطوعة فريد الأطرش الشهيرة رقصة الجواري أثناء جولتها في مسارح لندن، وتكريم الفرقة للموسيقى الراحل بعد حضوره أحد هذه العروض. والخبر عن مقال من عدد مجلة الشبكة اليوم 26 من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 1970، وهو بعنوان الدبكة في لندن، ومنه تقديم الكبسولة ولحظات مفيدة وممتعة. وتحت عنوان رقصة الجواري والفولكلور كتبت الشبكة: وعندما زار الموسيقار فريد الأطرش لندن من أجل العلاج، وكان هذا في النصف الأول من شهر أيلول سبتمبر، اتصل به أحد الأصدقاء وقال له: لقد قضينا أمس سهرة ممتعة مع نغماتك. وسأله فريد: وأين هذا؟ فرد الصديق: في ألبرت هول. وعرف فريد بعد أن غادر المستشفى أن الفرقة اللبنانية اختارت لإحدى طبلوهاتها مقطوعته الشهيرة رقصة الجواري، التي أعاد الموسيقار الفرنسي الشهير فرانك بورسيل توزيعها وطبعها في أسطوانته موزايك، فحرص على أن يحضر العرض. وفوجئ أعضاء الفرقة بالموسيقار يحتل إحدى المكسورات الأولى، وفي نهاية العرض قال فريد لأعضاء الفرقة: لم أكن أعتقد أن موسيقاي تصور الشرق بهذه الصورة الزاهية حتى رأيت عرضكم. ورد أعضاء الفرقة اللبنانية على تحية الفنان الكبير بدعوته إلى حفل تكريم أقيم في البيت الذي تستأجره الفرقة في لندن، وقدمت خلاله الفرقة عرضا خاصا احتفاء بضيفها. دموع تختلط بالموسيقى. وقد علمت الفرقة اللبنانية بعد أيام بالخبر الذي هز الشرق والغرب معه، خبر وفاة عبد الناصر، فتوقفت عن تقديم استعراضاتها لمدة 3 أيام، كما احتجب فريد في فندقه وأعلن فترة حداد تستمر 40 يوما، أو تتلخص في عدم تلبية الدعوات وعدم حضور الحفلات. وبدأ فريد في لندن لحنا سوف يكمله في بيروت، لحن وفاء للراحل العظيم جمال عبد الناصر. تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.